ودي أسامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار ودي اسامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار واكتب قصيدي لاجل عيناك وانقى من الدانات الاخيار يحلو الشعر في شف طرواك لن عزيز ومن هل الدار متميزا عند وهذاك وصك عجيب ولا, ولا بعد صار, صار آه كل هالقصايد دوم, دوم, دوم تعناك, تعناك كلك غلط وشوفك نعم اسرار انت الذي كلن تمنى النار شوفك حياه وبعدك اختار مقدر على بعدك, بعدك وفرقاك لا لا, لا حاول تشعل النار عارف وتدري تعنا. وين سكنك أنت, انت عمود القلب والدار شوفك اسرار انت الذي كل انت شوفك حياه وبعدك اخطار مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير نرحب بكم اجمل ترحيب ونحن نلتقي من خلال تلفزيون الشارقه وبرنامجكم الاسبوع السمار. يا كثر من يلبس ملابس تعريه ويا كثر من عرى ملابس لبسها كم دمع تحبسها العيون ماغيه وكم دمعة فيها العيون انحبسها تضادد الاشياء في شيء يكفيه وتضاده في شيء ثاني عكسها وياشين طعم اللا من تشبه الإيه ولا درى بشواكها من غرسها شخص يدور له حليه تحليه وشخص يحلي كل حلية لمسها لو يجمع الاثنين ضيقة تشابيه تبقى المعاني في ضمير الرمسها واللي يذكرني كثير بتناسيه وتذوب روحي بكلمتين همسها فرشت له رمش عصا فيه راعيه وغطيتها بروح جفاه افترسها وطير ان يعشي صاحب ما يعشيه ليته طول جنحان علي فرسها وفنجال كيفه ما يعطر محانيه كثرتها عرفين مبرت عمسها واللي يسد الباب في وجه عانيه عابد لال وطبخته والحمسها لا صار ما تصدح حلا بين شافيه تغتاب فعله ربعة ما ترسها لا صار ما تصدح حلا بين شافيه تغتاب فعله ربعة ما ترسها كم شخص يسكن به ثرى ما سكن فيه وتبكي على الأطلال عين الدرسها وتبكي على الأطلال عين الدرسها مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة نحن نسعد أن نلتقي بشاعر مبدع أعطى القصيدة أعطاها كل العناية أعطاها كل الحرص أعطاها كل الاهتمام شاعرنا عزيز وغالي على قلوبنا من العراق الشقيق عاش في أرجاء الخليج عاش فترة طويلة من العمر في دولة الكويت الشقيقة باسمكم جميعا نرحب بالشاعر العراقي المبدع المتميز في ابداعه وعطائه الشاعر عبد الله العساف ونقول له حياكم الله ويا مرحبا بكم ومساك الله بالخير اخوي عبد الله ونسعد بشوفتك بقى. وتواجدك في برنامج سمار ونحن دائما نبحث عن الناس المميزين طال عمرك والله هذه اضافه لي يا ابو محمد والله يحييك الله يطول بعمرك وجودي معك ببرنامج واحد اضافه لي كبيره يعني الله يبارك فيك يعطيك إيه العافيه وجزاكم الله خير على تشريفكم لنا الله يطول بعمرك آه بهالاستضافه هذا الجميله الله يسلمك عبد الله طبعا الشعر دائما له مكانه ساميه في نفسك لو قلنا ماذا يعني الشعر لشاعرنا عبد الله العساف والله يا ابو محمد يعني كثير نعم. وانت شاعر وتعرف حضور الله. الشعر عند الانسان الله يسلمك يكفيه انه هو صوتنا اللي وصلنا للمجتمع نعم هو الاثر اللي يظل بذائقه المجتمع بذاكره المجتمع اكيد وهذا شيء مو سهل اكيد طبعا الشعر طول طب بعمرك دائما تلقاه له مكان سامي في نفس الشاعر فيا ترى ما 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 اهميه هذا الشعر بالنسبه لقلب عبد الله العساف وشو شو 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 ممكن ان, 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 ان نرى هذا هذه الاهميه بالنسبه لك كشاعر؟ اولا هو يبدا بالنسبه لي مهم كبير صعب انك تخلصه تلخصه بتعريف نعم واحد نعم ولا تنسى يا ابو محمد هو ديوان العرب اكيد وحنا كلنا ما شاء الله عرب وقبائل وعارفين موقع الشعر بالنفوس نعم وبالمجالس نعم وعندنا حتى بالمجالس نعم المجالس مدارس المدارس مدارس نعم. نعم. والشعر يعزز هذا المبدا نعم يعززه بالقصائد اللي تحث على مكارم الاخلاق نعم. وعلى غيرها ما شاء الله من الاهداف النبيله انت شاعر ما شاء الله ومجتهد في شعرك الله يعطيك الصحه والعافيه قريت العديد من الشعراء وعلى ما سمعت انك ما شاء الله وانت تتابع الشعر طبعا سواء كان الفصيح او النبطي اهتميت بالشعر الجاهلي وايضا كان لك يعني تطلعات في هذا الشعر اللي فعلا نحن نعتز بك شعراء واساس لهذا الشعر الشعر الفصيح طبعا وشعراء الجاهليين معروفين ولهم مكانة ساميه في بين الشعراء بل هم رموز مهما تكلمنا عنهم ما نقدر نوفيهم حقهم يا حس يعني انا متاكد انك انت متاثر من الشاعر المتنبي نعم ما سر اهتمامك نعم بهذا الشاعر والشعر الجاهلي بالاخص الشعر الجاهلي هو الاساس ابو محمد نعم ودائما الانسان اذا يبدا من الاساس يرتاح نعم بعدين من الشعر الجاهلي نعم المتنبي لقيته عالم ثاني سبحان الله لانه ما يخذل ذائقتك ابو محمد الشاعر اللي ما يخذل ذائقتك نعم يستولي على اعجابه نعم المتنبي ما تقرا القصيدة ما تطلع منها بيت شعر او بيتين نعم سواء حكمة او غزل وهذه ما يخذل الذائقة الله اي نعم انت قريت الكثير منهم طبعا اكيد نعم بس المتنبي قريت وحفظت ما شاء الشعر الله طبعا الجاهلي وايد حفظت منه ما شاء الله عليك ويستولى عليك الشعر الجاهلي معان غزيرة وصور شوف بالرغم انك انت ما شاء الله معني بشعر نبطي والشعبي على العموم نعم لكنك ما شاء الله أكيد استقيت الكثير من الأمور الجميلة من خلال متابعتك وقراءتك للشعر الفصيح فهذا شيء طبعا يدل على شطرك وعلى اجتهادك الله على أنك أنت تريد أنك تقوي موهبتك في 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 ذائقة الشعر النبطي هي تقوية وهي شغف أبو محمد أكيد شغف نعم يعني في أبيات للمتنبي نعم من أول ما قريته حفظته ما شاء الله عليك مثلا عندك خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصبا الله لفارقت شيبي موجع الغلب باكية نعم يا صورة مدهشة أكيد يوصف نفسه أن ألوف بدرجة كبيرة يعني حتى لو رجع للشباب نعم يحن على المشي أه نحن نعرف الله يطول بعمرك ويبارك فيك أيضا لك اهتمام كبير وانت شغوف طبعا أنك تهتم بالساحة عموما سواء رموز الشعر على مستوى الوطن العربي والخليج قريت الكثير من المعنيين بالشعر الشعبي أو الشعر النبطي نعم. ومنهم طبعا شاعر باللعبون وعبيد العلي الرشيد والعديد من هؤلاء الرموز اللي لهم تميز يليتك شوي تخبرنا عن شغفك بهؤلاء الرموز والله سؤال جميل العساف. سؤال جميل احنا ابو محمد بالشعر الشعبي عندنا نعم. معلقات بس ما معلنه نعم معلقات ما من اروع الشعر نعم عندك سديري نعم. يعتبر له معلقه فعلا عندك الامير تركي بن حميد نعم هم له قصيده انا اعتبرها طبعا من وجهه نظري انها معلقه نعم عندك الامير بركات الشريف نعم القصيده اللي وصفيها فيها ولده يا مالك تسمع كلمتي يوم اوصيك نعم يا مالك تسمع من على العز والصاك صحيح عليك بالتقوى عسى الله يهديك لها وتكسبها بتوفيق مولاك الله هذه هم تعتبر معلقه انا تقريبا حافظ اغلبها من ما شاء الله عليك لان ما شاء الله وبعدين بالنسبه للصحافه ما يتعاملون معها كانها معلقه صحيح احنا عندنا معلقات ما شاء الله جواهر بالشعر اكيد وتحتاج تحتاج كصيدة ان قصيده الامير تركي بن سعود نعم على ولد عمه يوم يقول يوم من كل من خويه تبرى نعم حطيت انا الاجر رفيق نباري الله اكبر نعم الرفيق اللي اسطى ثم جرى يودع مناعير النشامه حباري حافظ عليه ما شاء الله جواهر يعني فعلا مفردات عجيبه عبد الله مفردات عجيبه والله يا محمد يا اخي الواحد المفروض على ما تقول كشاعر يعني يعطيها وقت جل وقته للاعتناء مثل هذه المفردات لان انت تحاول انك ترقى بنفسك الى الافضل هو انا مريت فيها بالطفوله طبعا بالشباب الله هذه مريت فيها المرحله ما شاء صارت اساس الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى نعم صارت اساس لنا وانت تبني على اساس قوي تدري وتدري, وتدري هذه مدارس عبد الله هذا له لغه في مفرداته والشخص الثاني ايضا له له مفردات ثانيه ولغه ثانيه مفردات ثاني عجيبه محمد قصيده بركات الشريف نعم فيها يقول الحر يس الحر مثلك يقول لولده نعم الحر مثلك يستحي صاحب الديك الله وصاحب حقاقه مقاقات الدياك شوف يا اخي سبحان الله <applause> شوف الوصف شوف كيف الوصف وانتقاء القافي والوزن يا اخي ويا ذيب لا في مفاليك باليك اكمن ألي من الرعايه تعداك الله من اول ناديب تاكل بياديك واليوم جاذيبا على الفرس عداك الله يعني ما تحتاج حفظ ما شاء الله هي تخلي هي هي, تخلي هي, هي تشرح نفسها هي يا تشرح يا نفسها فعلا جميل عبد الله طال عمرك احنا يعني فعلا أه نعرف ان لك لك متابعه لهؤلاء الرموز ما شاء الله والشغف يعني من 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 ايام صغرك وشبابك أه يا ليتك تسمعنا شيء من نوادرك الطيبه وقصايدك لان انا عارف ما شاء الله انت عندك مخزون ادبي الله يعطيك ان شاء الله ويزيدك من خيره وخيره الله يجزاك نبي نعيش والله مشاهدينا الكرام متابعين سمار الغالين علينا لا يفتى ومالك في المدينه انت ما شاء الله الله أستاذ الله استاذ اعلام بالعكس هذا كرم منك انك تتيح انا وفصة. اتشرف لما اشوف مثلك وشراويك طال عمرك من أرجال الوطن العربي في شارقه العرب شارقه السلطان وفي برنامج سمار هذا يزيدني فخر وفرحه وسرور طال عمرك. الله يحفظه ويطول عمره ان شاء الله الله الشيخ سلطان طول بعمرك وبما اننا بسيرته عندي قصيده مدح بسموه الشيخ سلطان نعم وان شاء الله انها تعجبكم <applause> يقول يا سعود عجل بي على الدرب يا سعود عجل ما دام الدرب رجلي تدله ولا صافحت خشمك هبايب من النود صافح نداه براحة ما تمله الله أكبر نبي نقابل لابتن كلهم فود أفعالهم مثل شموس المطلة وإذا لقيت الشيخ بدار موجود سلطان يكفينا عن الناس كله كله لله شيخ نجمع شيخ نجمع بيديه نبع وبارود للطيب طيب وللمعادين علة حلم الثقافة بطرف يديه معقود وجه بشوش وغيمة مستهله يا والله ابو الكرم والطيب والنفع والجود وابو اليتيم اللي همومه تتله الله وباب عن الضيفان ما هو مردود الضيف كنه لا لفاه محله وباب عن الضيفان ما هو مردود دود الضيف كنه لا لفاه محله ويا كثر ما بالناس سايد مسيود صحيح لكن كثير النفع سرواه غله الله لكن لك. كثير النفع شرواه الله الله يحفظه ويطول عمره والله يخلي لنا ولكم يا ابو الله يطول بعمرك <تصيد> قصيده <applause> <applause> يستحقها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسم عضو مجلس الاعلى الاتحاد حاكم الشارقه وفي محله وانت طال عمرك مبدع دائما ومتميز الله يجزاك <applause> <يطولي بعمرك. تصفيق> اخوي عبد الله العساف أه نحن نعرف انك عشت فتره كبيره من العمر أه في دوله الكويت الشقيقه نعم <applause> <applause> والصحافه الكويتيه كان لها طبعا دور كبير في حياتك صحيح وبالاخص في نشر قصايدك وتوصيلها الى ابعد الحدود صحيح كلمنا عن هذه الفتره والله انا بدايتي اول ما بديت بالصحافه الكويتيه نعم وهو ايضا تعتبر من حسن حظي نعم لان هي كان الصحافه الكويتيه باوج مجدها ما شاء الله نعم وعصرها الذهبي صحيح وانك تحصل حيز ذاك الوقت تنشر فيه قصايدك في الصحافة الكويتية تعتبر شهادة وإشادة يعني صحيح وجزاهم الله خير المعدين اللي كانوا موجودين ما قصروا معانا سنة كم بديت تقريبا؟ آخر الثمانينات آخر الثمانينات إيه ثمانية وثمانين ثمانية وثمانين نعم بديت معهم تذكر وقت أي 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 الصحف اللي كانت تاخذ بيدك للنشر بالطريقة اللي أنت تباها عبد الله والله كلهم أبو محمد ما شاء الله محمد أم طيري. نعم. الله يرحمه بالأنباء نعم. نعم كان ينشر لي ناصر السبيعي جزاه الله خير نعم نفحات اعتقد نفحات شعبيه كانت في السياسة قبل ما صحيح. يصير مجلل مختلف صحيح نصار الخمسان الله يعطيها الصحه والعافيه إلى الان موجوده ما شاء الله جريده الوطن محمود البغيلي واعتقد انت تعرفهم كلهم ما شاء الله اكيد اكيد هم ما شاء الله جزاه الله خير هم نشر لنا واجد اعلاميين مميزين هذول شعراء ما شاء الله متميزين الله يعطيهم الصحه والعافيه انسانيا مميزين اكيد لان هم شلون الصجارين يعرف الشاعر اللي صحيح يطلع منه شيء نعم يرعون اكيد اكيد طول عمرك عبد الله طال عمرك انت طبعا ايضا بعد ما نشرت فترة طويلة من خلال الصحافة الكويتية والعديد اللي نشرت من القصايد ما شاء الله أيضا انتقلت إلى مرحلة ثانية النشر في الصحف الإماراتية نعم صحيح سواء كانت مجلات أو جرائد أو ما شابه ذلك صحيح يعني فهذه المرحلة شو تعني بالنسبة لشاعرنا الكبير عبد الله العسل والله هي هذه نقلة نوعية كبيرة بمسيرتي نعم الشعرية نعم ودخول للصحافة نعم والساحة الشعبية الإماراتية نعم يعتبر شيء مهم بحياتي صحيح وتسجيل حضور صحيح يعني ما شاء الله عليها اقبال كبير من شعراء من جميع العالم العربي نعم وجودك داخل الصحافه سواء جرائد ولا اعلام ولا مجلات نعم يعتبر شهاده شعري ولي يعني اكيد عبد الله هل لاحظت يعني من خلال تواصلك مع وسائل الاعلام التقليديه في ذاك الزمان لاحظت فرق بين يعني سواء الاعلام الكويتي، الاعلام الاماراتي، الصحافه سواء كانت جرايد او مجلات او ما شابه ذلك، شو الفروقات اللي حسيت؟ بها والله كل تقريبا كل بيئه لها خصوصيتها ابو حبيب. نعم بس اللي التشابه اللي لقيته الاهتمام ما شاء الله نعم. يهتمون بالنوعيه الشعر اللي ينشر الصحافه الكويتيه والاماراتيه متشابهين بهذا الجانب صحيح ما ينشرون اي نص يختارون النص. طبعا انت من تقرا الصفحه تلقى ما شاء الله نصوص كلها تسابق على الجمال. صحيح. ما تلقى نص راغي ونص آه كله قريب من بعض إيه وذات مستوى متميز. و... نعم، حتى انت من تقرا انا بس بالنسبه لي خاصه بداياتي. نعم استفيد من اللي ناشرين معي اكيد. ايه استفيد فعلاً من الناشرين معاي. فعلا. وكنت احتفظ فيهن النصوص. ما شاء الله عليك. احت... نصي طبعا لازم احتفظ فيه، والنصوص الباقي احتفظ فيها. يا سلام. وفعلا شوف متى ما وجد الشاعر يعني دعم من خلال وسائل الاعلام بكل اشكالها وانواعها ولقى طبعا المشرف والمعد على هذه الصفحات شخص شاعر متميز صدقني روحه يرقب قصيده صح صحيح ما شاء الله صحيح صح. يرقى قصيده ويختار ان يختار الاجزل صح. والافضل صح. لان من يطلع عنك النص عبد الله مش ملكك كنت عارف هذا الشيء نعم ملك الجمهور ملك المشاهد صحيح. ملك القارئ ملك المستمع صحيح. فالشاعر المميز انا اقول هو اللي يحاسب نفسه قبل لا تحاسب نعم الناس نعم صحيح هذا من يطلع النص منك ابو محمد نعم هذه كلمتك صحيح نعم هي انا اقول الكتابه نعم هوايه بس النشر احتراف صحيح عبد الله طبعا نسعد ان نسمع شيء من اختياراتك من قصايدك انت ما شاء الله عندك درر جميله تستحق والله في قصيده مطلوبه الله يطول عمرك ونحن نطلبها ونزيد الطلب طلب على ما قالوا وجودها برنامجكم راح يزيدها ان شاء الله ونحن نهديها كل احبتنا ومشاهدينا في السمار لانهم غاليين علينا ويستحقون منا الكثير هو نص غزلي تفضل يا ورده الذكرى ترى الغيم هتان والماطر ازهر بك بروح غريره الله اكبر تمرجحي بشويش بعيون والهان خايف سيوف الدمع تجرح جفيرة هينا. رسمك مرجوحة بجذعين وغصان الله في كوخ ريفي يشعر بغشعريرة تلحف الوحش الكئيبة بجدران ما دفت طلوع شكا الزمهريرة الله اللي بطلتك كان مزدان من يوم رحتي ما دفى من سعيرة سعيرة والوادي يلي للتناهيد عطيان للحين همسات المفارق كثيرة كثيرة شوفوا رسوم الوجد في لوحة إنسان آه. رسمت أرض وحط في الأرض بيرة بيرة لله وكل ما يلوح برشا رض ضميان آه. ما دام ما رد ملامحك سيرة سيرة وعلى درج هالباب للحين هيمان الله أكبر ينطر قليل ما لفابك كثيرة كثيرة ولع شموعه وذاب قبله ولا لان ينطر تمر بها طيورك عسيره عسيره ولا عشموعة وذاب قبله ولا الآن، الله ينطر تمر بها طيورك عسيره عسيره ولا تصدقين انه على البعد قويان شذاب من قال الجفا ما يضيره الله شذاب من قال الجفا لا ما يضيره الله اكبر سلامتك يا جميله مفردات جميله وقصيده اخوي عبد الله تستحق الاشاده صراحه نحن طبعا دائما نقول لكل شاعر طقوسه والله و... لو قلنا عبد الله العساف متى يكتب القصيد؟ ومتى يهيج عليه هاجوس القصيد؟ والله القصيد ابو محمد الشعر الحقيقي نعم هو اللي يكتبنا وانت شاعر تعرفه نعم صح نكتب احيانا. لا بغينا نكتب نكتب. نعم بس الشعر اللي يرويك وهذه هو يكتبك. روحه هو يكتب اي نعم ياخذك على صفحه انت تروح لحالك نعم وتاخذ لك جو وتكتب نعم اهم شيء حضور الطقوس انا ما عندي طقوس معين بس الهدوء يعني الهدوء الهدوء, الهدوء إيه نعم اكون ما في صوت يمك إيه نعم اي هذا اللي تبغيه اي نعم جو هادي واحيانا خاصه اذا امشي اكتب ما شاء الله عليك إيه نعم اذا تمشي يجيك اما اذا قاعد او شيء احيانا شوي فيها صعوبه صحيح إيه عبد الله تحس القصيده الخياليه ولا القصيده الواقعيه قريبه من نفسك؟ والله ابو محمد الشعر كله خيال الشعر الحقيقي خيال. أكد. الشعر الحقيقي خيال. صحيح. أنا رفيقي للخيال. تحب الخيال؟ أي نعم. وله وقع خاص في نفسك ما له دليل. لا يعني هو أعذب الشعر أكذب الشعر. <applause> طبعا مو اكذب انه مو صحيح او شيء نعم لان انت تعيش الخيال اذا خذيت عشت الخيال ما شاء الله تبدع صحيح يعني صحيح في طبعا قصائد احداث معينه او شيء نعم نعم صحيح بس يظل الخيال هو الحاضر اكيد له دور, دور, كبير في, نعم في الشعر نعم فعلا نعم وهذا كلام صحيح في الله احيانا في مجالات في يجي ناقد اول النص نعم كانه حياه شخصيه لك ما ما يصير نعم اول النص صحيح لان النص خيال أكيد يمكن انا شايف مسلسل يمكن انا عايشة القصه خياليه مو شرط انه يتاول على ترجمه تجربة... وترجمتها نعم. صحيح, صحيح ما يصير واقعي. ما يصير يتاول النص كتجربه صحيح شخصيه صحيح وهذا الشيء الجانب تغري... اكثر شيء يظلم خواتنا الشاعرات يعني. اكيد وهل اللي مخليهن مبتعدات عن الغزل ما غزل لان بس تكتب قصيده نعم غزلية راح يتاول على انها عايشه صحيح, يعني صحيح صحيح عبد الله العديد من الاغراض طبعا الشعريه أه موجودة في الشعر لو قلنا عبد الله العساف آآ آآ في أي من الأغراض كتب هل في كل الأغراض أو في معظمها أو شو من الأغراض اللي هو اللي كتب فيها أبو محمد ترى حتى لو تكتب كل الأغراض يظل لك ملعب خاص فيك كذي يعني نعم زين أنا الملعب المركز اللي أرتاح له نعم. الغزل والحكمة ما دام أنت قلت أنك أنت هذا ملعبك خلنا نعيش في شيء من قصايد اللي تختارها الله يجزاك خير آه وتهديه مشاهدين برنامج السموات الله يجزاك خير طول بعمرك كف الكرم لو حلا تزهر بخير عيد المطلع كف الكرم نعم لو حلا تزهر بخير خير وكف البخل لو ربعت ما تندي الله اكبر وحنا هل الايثار من قبل لا تصير نعم وعرواح انفوس النشامه تبدي نعم في ناس وفرت ما لها طيبه وخير خير وفي ناس عكسه كثر ماله يردي في ناس وفرت مالها طيبة وخير وفي ناس عكسه كثر ماله يردي في هالزمن صار الحكي للدنانير ولو تاه راعيها يقال متجدي وفي ناس تلقى راحته بعكسة السير الله اكبر ولسانها في كل درب متبدي بدي يا قل من تفرح معها بالتعابير اي أيوة والله ويا كثر الناس الباب نفسك تسدي الله اكبر ما ادري شو اوصف لك ضبابيته غير غير وناسه معادنهم بعضها مصدي مصدق واسماعنا لو مسها من الحكي ضير لجل الصداجة والمواصل تعدي تشرح على الجنحان يوم قصص الطير طير واسف ترى البعض الخطامات ما صحيح قل للسواني لو نسيت مده البير بير. كلن على طبعه يروح ويردي الله كل على طبعه يروح ويردي الله اكبر يا محمد الله اكبر الله اكبر جميل يا عبد الله جميل وهذه الصور الحلوه الجميله اللي فعلا ما شاء الله عليك قصيده تستحق وقفه صراحه الله يجزاك خير وجهد بصراحه جبار ما قصرت اقدر اقول لك يعني عبد الله نحن نعرف والله اضافه لي كبيره الله يطول بعمرك يعني عارف ان قصايد تميز بالصور البلاغيه بالحكمه بأشكال جميله يعني مميزه أه يعني شو سر عبد الله والله ما شغله لا تفسر سبحان الله ظاهر آه قراءاتنا يا ابو نعم محمد مثل ما نعم قلت قبل نعم المعلقات النبطيه نعم لها تاثير الظاهر خلت مخزون عندك عندي سبحان خلت الله. مخزون نعم مخزون لغوي مخزون فكري نعم وشيء دائما اذا تحب شيء تميل له يا ابو محمد نعم نعم عبد الله طويل بعمرك ايضا انت طبعا من المهتمين بشعر المحاورة او المجاراة المجاراة انا احب أغراه صح اني ما دخلت وايد يمكن نعم. مجارياتي قليله نعم بس احب أغلى المجاريات واعتبره لون شعري جميل نعم. بس للاسف نعم. قل طرقه الحين قل اللي يطرقون المجارات ما عليه ما حد يطرقه وايد ما حد اي نعم صح في بدت على انستغرام اتابع عده مم. شعرات بدن بدا بالمجاريات نعم بس مو بشكل كبير مو بوايد اي مو وايد ما شاء الله بس ان مجاريات جميله شعارات شعر رائعات نعم وتابع الحسابات وسب المجاريات سبحان ما شاء الله, الله. اي نعم اي هي المشاكاه والرد ايضا في ناس مهتمين بهذا الجانب عبد صح الله. فيه؟ حتى انا طلبت منهم انهم يوثقونها بديوان نعم لان ما, جاء راية ما شاء الله جميله يا ابو محمد صحيح جميله صحيح. جدا وحرام انها تندثر. اكيد إيه؟ اكيد بالنسبه لخدمة وسائل التواصل الاجتماعي للساحه الشعريه كيف يرعى في هذا الوقت شاعرنا عبد الله والله فيها خدمه كبيره ابو محمد وما خلت حواجز بينك وبين الجمهور. نعم ت... ما شاء الله انت الحين انا ارسل رساله على تويتر او ارسل على انستغرام جميع العالم العربي توصل صحيح وين متابعين كانوا توصل نعم نعم خدمه الشعراء صح نعم هي في ضره بجانب نعم لان في شعراء ما عندهم شطاره بالتصميم والاخراج وكذا مع ان شعرهم رائع اثرت عليهم الشهرة وفي ناس ما عند عندهم شطاره بس ما عندهم شعر صح فعلا صحيح اكسبها متابعين وايد وسبها التصميم التصوير اي فعلا احنا عصر الصوره فعلا لان لان مثل ما تفضلت التواصل الاجتماعي الحديث يعني وصل الناس ما كانوا يتوقعون صح وهذول ما؟, ما شاء الله هم الشطار بالتكنولوجيا هذا التصوير وهذه نعم وصل مو على حساب شعره يعني انت كيف تقيم تجربتك مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه مقارنه مع وسائل الاعلام التقليديه سواء كانت أه يعني في وقتك الماضي نعم شو تحس والله المقارنة شو تجربة جميلة جدا يا أبو محمد نعم ودائما الإنسان التجربة مراحل نعم مرينا بالتقليدية نعم وصلنا لمراحل السوشيال ميديا نعم ما شاء الله مرتاحين فيها حيل يعني نعم متى ما كتبت قصيدتك أو صورتها تنشرها مباشر صحيح تلقى ردود أفعال تشجعك نعم توصلت لأبو محمد توصلت للناس اللي سابقيننا بالمجال والمطلعين نعم يوصل صوتك. ما شاء الله انا مرتاح له وايد يعني. مستانس. اي يعني. نعم مستانس. اتمنى لك الوناسه دائما والله. امين اجمعين ان شاء الله. يطول إيه بعمرك الله يسلمك. اللول ما تلقاه في كل محار ولا كل الانهر بالموارد غزيره وما كل من خاوة السجاجير صجار. ولا كل دار تصير للروح ديرة وما كل غيث بالمنافيع مدرار ولا كل الأنفس بالمواصل جديرة ولا شفت لك ناس تمتع بالأبصار لا تعتقد كل حظت بالبصيرة والبعد ما هو في مسافات وامتار البعد بعد قلوبنا المستجيرة وما كل غصن تنجني منها الأثمار لو وينعت تلقى بعضها مريرة وما كل من يضحك معك ينعط اسرار بعض الخواطر كسره من الجبيرة وما كل من يضحك معك ينعط اسرار بعض الخواطر كسره من الجبيرة ولا شفت لك ناس تمتع بالابصار لا تعتقد كل حظت بالبصيرة وما كل من يضحك معك ينعط اسرار بعض الخواطر كسره من الجبيرة والكنز ما هو في عقار ودينار الكنز بافعال تخلد مسيرة والطيب مو عطر زهت فيها الأسعار الرجل من طيبة الفعايل عبيرة وترى الغنى ما هو رصيد بمليار كم ناس مليانة تجوب فغيرة وكم واحد صاير على الناس من شار والحش البشر ما يضيرة يعير بعيبة وفيين وخيار وتصفج الهرجة جموع غفيرة والدلة هلي ما الصافح سن النار لو تلمع بألوانها مو نظيرة وكم سفرة متنوعة ورد وزهار ونفوس أهلها للأسمو سفيرة ونفوس أهلها سفيرة عبد الله حد من الشعراء من هذا الجيل تقريبا أو من الوقت الماضي اللي أثروا في 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 فيك كشخصيه من ناحيه الشعريه والله الشعر القديم اللي ذكرتهم قبل النس... اللعبون والجماعه وسديري واللعبون دو... نعم. وخصوصا سديري نعم سديري انا اعتبره متنبي الشعر النبطي ما شاء الله يعني ما يخذل ذائقتك تلقى قصيده تلقاها اجمل من الثانيه اي نعم, اسديري طبعا عندي نفس المتنبي بس نعم. بالشعر الشعبي اكيد الشعر الحديث نعم تجربه الامير بدر عبد المحسن اثرت علي وايد ومتاثر فيها حيل يعني انت من من القراء له من قرائي ما شاء الله عليك اول نعم باول اي اي نص ينزل الامير بدر عبد المحسن نعم أتابع عبد الله طال عمرك نبي ناخذ قصيده من اختيارك طبعا ان شاء الله نهدي مشاهدينا الاكارم لانه يستحقون منك اذا مشيت احسب حساب المناكيف واذا رضيت احسب حساب التجافي الله اكبر والناس ما كله تجيلك على الكيف اي أيوة والله وصابعك ما هي سوى يا سنافي, سنافي. وما كل من تضحك بوجهك مواليف الله اكبر بالفعل مقياس الجفاء والتصافي وبعض المعارف لا تظنه معاريف الناس نص أطباع ما تشافي والناس مثل الارض سهل ومشاريف والربع مثل الماي خابط وصافي صافي وبعض الثمر لو زاد بيد الخواريف ما فاد دام كفوف اهلها عجافي اي أيوة والله والماي يبغي له حبال ومغاريف اي أيوة والله ومن ما ملكه الرد عطش لشافي شافي لله ويستاهلون المال ناس غطاريف غطاريف اللي لهم بطين مجد شافي شافي واللي كثر ماله بطين ما شيف شيف هذا البخيل اللي رصيده خرافي الله وعليك بلي بل ما يحسب التكاليف حافظ عليه وكفى على مد الجزيلات وافي وافي لله وابعد عن اللي يشبه اللسعة الصيف ومقابله مثل السموم السوافي الله جيوبنا تفضى من المال يا شيف صحيح ونبقى شرهات النشامه مرافي مرافي وخذ لك من الصمت المبجل تواصيف صحيح ترى كثير الهرج ما به عوافي اي والله وانا اقترابي بالحشا والسراجيف في داخلي عاشت بلاد ومنافي منافي. تسكن بي بيوت القصايد مراديف وانا ادور لي وطن لاختلافي لا ومثل الشراع اللي توله على السيف السيف ما الصوار الروح الاحساس دافي الله اكبر كم غصن يبكي على الورود المقاطيف صيف. في باغة ما راحت الكفوافي الله اكبر سلامتك يا الله سلامتك الله, الله الله, الله الله قصيده فعلا اللي قالوا انت يعني سبحان الله يا عبد الله الله يعطيك العافيه والصحه على هذه الابيات الجزيله الله يعني كلها معاني وكلها عبر وكلها حكمه فعلا انت انت فعلا شهادة والله جوك هذا عبد الله والله شهاده وشهاده وسام على صدري يا محمد بكل امانه عبد الله انا من خلال متابعتي هاي قصيدة فيها معاني وفيها اسلوب واسلوب السلس المنبسط يعني جميل جدا وحكمه في كل بيت انت تباه وتعده انا اترى البيت اللي واقول اكيد في حكمه ثانيه والله هذا ايثار منك يا ابو محمد انت ما شاء الله قامة ادبيه واعلاميه ما شاء الله كبيره بالعكس ايثار انك تبدحنا وتعطينا انتم تستحقون الخير المبدع يظل مبدع عبد الله واجتهادك يحسب لك والله يا ابو محمد واجتهادك يحسب لك طالع على, على تميزك طال عمرك واختيارك المفردات الجميله الله يعطيك الصحه والعافيه الله يطول بعمرك عبد الله طبعا انت متابع الساحه سواء كانت الاماراتيه او الخليجيه او الساحه ككل نعم. عموما هي شو عموما تقريباً شو صارت شو تقييمك يا عبد الله؟ والله ما شاء الله ساحه من من جديد الى جدد ما شاء الله نعم وتطور مستمر خصوصا وسائل التواصل سرعت التطور لها, لها دور؟ لها دور كبير لها دور اولا خلت تقريبا الساحه واحده قبل كل ساحات صحيح تظل كل ساحه لها خصوصيه معينه نعم بس ما شاء الله غربت وسائل التواصل، غربت الساحات من بعض. نعم. فتحس اننا كلنا تقريبا صرنا ساحه واحده. صحيح. وشعراء تقريبا من جيل واحد صرنا. ما صحيح. ما مو, مو حتى اللهجه. نعم. وانت محمد يمكن لاحظتها شيء. اكيد. تقريبا صارت بيضاء يعني. سهله. اي سهلة, سهلة, سهله تعرفها. نعم. وغربنا وغربنا من بعض كثير. صحيح. وخاصه هاي الايام يعني انت. لا بد انك تذهب الى السهل المبسط تبي العالم يفهمك صح وتبى العالم يسمع منك ويفرد ويسمع و و ويفهم مفرداتك يا عبد الله عشان توصل مساحة اكثر نعم صحيح انا ما اقول لك اهمل تراثك وماضيك لا اعطى حقه واعطى جهده لكن ايضا المشاهد المستمع المتابع القارئ نعم. ود ياخذ جمل منك مفهومه ومعروفه. حتى افراد بيئتنا نفسهم. نعم. ابو محمد. نعم. صارت لهجتهم بيضاء يعني. ما شاء الله. الآن تاثروا وسائل التواصل هم تاثر وتاثر. اكيد. تاخذ منك وتعطيك. فعلا. يعني احنا اذا ما نوصل لهم الكلمه البيضاء هم ما, ما راح يحبون صحيح. من وهذا وهذا جهد منكم عبد الله ومن اخوياك وربعك صراحه انا اقول لهم مشكورين على هذه الجهود الطيبه. والله الله الجهد يحسب لكم الله يبارك فيك. لو قلنا الى اي درجه الاعلام بشكل عام سواء كان الاعلام التقليدي او وسائل الاعلام الحديثه يعني تشوف خدمه الشعر بالشكل بالشكل المرضي يا عبد الله اي نعم خدمته بشكل كبير نعم اولا ابو محمد نعم انت من تطلع باي وسيله اعلاميه نعم وتقول قصيدتك توثق لك نعم اتامن عليها من غي... من السرقه ما سرقه وحتى نعم لو انسرقت انت موجود بوسيله اعلاميه قايلها نعم هذا حد ذاته هذا انجاز يعني التوثيق بحد حد ذاته انجاز نعم فما بالك بي صوتك نعم المساحات ما شاء الله جماهيريه اكبر صحيح إيه؟ يعني له دور كبير له دور كبير وبعدين يكملون بعض سواء الاعلام التقليدي نعم ولا السوشيال ميديا صحيح يكملون بعض كل من له مجاله فعلا اللي ما يشوفك على الاعلام التقليدي يشوفك في السوشيال ميديا نعم وانا اشوف ترى الاعلام التقليدي ابو محمد النخبه طالعه الشعراء اللي مثل ابو محمد وهذه صحيح يشوف ابو محمد صقار يشوف منه الشاعر الزين الغائه شعره لان مو بس الشعر اكيد ابو محمد عنده برنامج تلفزيوني نعم عنده مهرجان نعم يبي الغاء هم ايضا يضاف اكيد إيه. اكيد لا فعلا وانا اذكر مره نصحتني الله يطول بعمرك بالبمسيه من وتذكرها اكيد قلت لي الغائك لا يكون مسرع لا لاحظت أكيد. اكيد لان تدري انت سواء يعني امام مسرح أو في الأمسيات دائماً تكون أمام عالم صح يعني فأنت محتاج أنك تبرز مفردتك وقصيدك طال عمرك بشكل مرضي يرضي طموح الشخص المثقف الشخص الشاعر الشخص العادي طبعاً المستمع اللي حتى الشغوف أنه يسمع قصيد منك وده يسمع طال عمرك مفرداتك وأبياتك صح بشكل واضح وجزاك الله على النصيحه الله لأن انت هذا ايثار منك تحبت ابرزتني بنصيحته اللي حتى اللي اذكر انك طلبت مني اني اعيد البيت طبعا عبد الله كم غصن يبتي نعم على الورود والمقاطيف نعم في باغه ما راحت الكفه فانت عرفته أكيد. بس انت حسيت ان الجمهور نعم ما انتبه يبون ينتبه يبون يسمعونه عدل والتوضيح منك ايضا يزيد تاكيدا وهذه ظلت عندي يعني بالي وايد يعني والله تركز حتى بيني وبين روحي من الله الغي الله يطول بعمرك احاول اني ما استعجل جزاك الله خير يا عبد الله، عبد الله انت هل من الناس اللي يكتبون القصيده مره واحده وفي عجاله وبسرعه ولا نظامك كيف في كتابه القصيده؟ والله القصيده ابو محمد القصيده هي اللي تكتب شاعرها صحيح يعني هي احيانا هي تجيك مره واحده نعم واحيانا تضاع على مراحل صحيح بس يعني هي تكيف نفسها بنفسها نقدر نقول؟ الشعر الحقيقي هو اللي يتحكم بالشعر. هو؟ اي نعم، صعب انك تحكم طبعا بعد تجربه تقدر تكتب ابو محمد. صحيح. بس مو اللي يرضيك. اكيد. إيه. بس هي اذا تجي هي مرات مات يمكن ساعه لانك عبد الله هل هل بعد ما تكتب القصيده تخلصها؟ تودك تنشرها في نفس الوقت ولا لا تراجعها مرة ومرتين أراجع. وتسمعها أكثر من واحد أراجعها بس أنا اللي أتسرع فيه أختار منها بيت بيتين ذول واثق منهن نعم عشر وتنزل إيه في تويتر او تويتر ما شابه ذلك تويتر او انستغرام او سناب, أو سناب. نعم, نعم بس اكثر في القصيده لا اراجعها عده مرات تراجعها واغير فيها تغير عبد الله تقريبا لغايه ما نقول انه وصلت قصيده عبد الله العساف الى المبتغى اللي هو يباه كم تاخذ منك؟ بالشهر بالشهر اكثر بالشهر وخصوصا اذا اذا نصح حابه يعني نعم اظل ادقق عليه وايد بس مو اكثر من شهر صحيح ايه. ده فعلا تبا يكون متميز تبي وخاصه اذا زين يعني تتعب عليه انك تجمل فيه اكيد ايه. اكيد الله يطول عمرك عيشنا شيء من قصايدك الحلوه يا عبد الله مشاهدين لهم حق انهم يستمعون الله يجزاك من, روايعك الله يجزاك خير العين ما تعلى على الحاجب الله يطول بعمرك ويبارك فيك يقول شو الفائده لا صرت تملك ملايين شو الفائده؟ لا صرت شو الفائدة لا صرت تملك ملايين ملايين ورصدتك ببنك المكان فقيرة الله أكبر لا صار مالك بالمكارم نياشيد وش عاد لا صارت فلوسك كثيرة صحيح خاوة الكرام ورافق أهل الدواوين أمارة المعروف وأهل البريرة أي أيوة والله وابعد عن اللي لا سعوا بين الاثنين لا الله خلوا عشير ما يداني عشيرة نعم واذنين تكرمها عن مصافح الشين شينا والله شينا الكلام اللي يبور بخشيره شينا واتبع ولي امرك الله اكبر وخلى المعادين ومن دور الفتنات لا تستشيره شينا واللي ياكلوا في غيبتك ناس دانين اي أيوة والله هالدرب ترم شفتك عن مسيره الله وكرم لسانك على اللغه المستطيشين الله الله وثلث فناجيل السكوت بضميره ضميره واللي يا سواريح الحكي هوبه لو الله اركد الوتر يفرح بطيره اي والله ومن شان خاطر عين كرم كثيرين والناس لجل الضيف تكرم بعيره بعيره وغرى تجار من بلاد وافين الله اكبر تصير لك برضه المعارف ذخيره ذخيرة، وحاول تخط اسمك مع اهل العناوين اي والله حتى الظناك يصير بالهرج ميره ميره وخلت وشوش اليالفوت المدين الله اكبر وصافحهم بثغر نوم السميره الله والدله هلي ما تقهوى الميامين اي أيوة والله عرفت كثرتها تراهي معيره عيد عيد هالبيت والدله هلي ما تقهوى الميامين مين عرفت كثرتها تراهي معيره الله وما كل رغم ان ينقسم دوم على اثنين الله عليك في رغم ان عادل عشيرة العشيره واحيانا الذكرى تمرك بغالين اي أيوة والله تفرقوا كل غداله بديره ديره ونمر بك طيف الناس عزيزين وهزت بك الذكرى الذكرى جذوع السريره سريرة خل السوالف كلها داخل العين عين واترك سيوف الدمع داخل جفيره جفيره وخلت ثلثك الداعم بكل الميادين مخافه اللي ما لنا رب غيره الله مخافه اللي الله ما لنا رب غيره الله, الله اكبر سلامتك الله أكبر يا محمد تسلم عبد الله على هذه القصيده حكمه موعظه امثال ما شاء الله وصف والله انت اللي تسلم يا ابو محمد الله يطول عمرك انت عيشتنا بجو ما شاء الله جميل وشاعري يقولون ان عبد الله العساف ابدا اسف عن الامسيات الشعريه في الوقت الحاضر ما ادري شو هالموضوع خلنا نتطرق له ببساطه ابو والله هي تغريده قديمه ابو محمد نعم جابوا صار حوار عن الامسيات نعم فقلت ان الامسيات اغلبها جروبات يعني ما ما يدخلون فعلا جروبات. شفت شفت الكثير من عبد الله نعم وانت ابو محمد عارف عائشة عايش المجال نعم. صحيح طبعا اللي كسر القاعدة مهرجان الشارقه يختلف الله يطول إيه نعم الله لان احنا ملاحظين كل دوره نعم. نشوف اسماء تختلف عن الاسماء الجبله ما في تكرار الله يبارك فيك الله يطول بعمرك هذا من طيبك وايد في شلاليه بالنسبه للمسيات في شلاليه وايد نعم. والحمد لله ان شاء الله انه بدأت تغل انت ذكرتني بايام الشلليه ايام الصحف والمجلات نعم. كانوا فعلا يحتارون كثير من الاخوه طبعا شعراء وشاعرات في ذاك الزمان نعم. يقول وده انشر قصيده طبعا هذا الانسان حد من الاخوه صراحه المحررين جزاهم الله خير نعم. ناس محترمين وكلهم محترمين ولله الحمد لكن يعني ايضا بعض الاوقات الشلليه مثل ما لها دور صح دور فالواحد يحاسب متى بتنشر قصيده قصيدتي إيه. اليوم باكر في المجلة هذه في الجريدة نعم. هذه في الصحيفة هذه كان حلم النشر يعني. حلم إيه. النشر فعلا وفرحه نعم. أبو محمد قبل إذا تشوف اسمه في الجريدة بالنسبة نعم. لنا حنا نعم. نفرح فيه كبير صحيح يعني. فعلاً. فرحة كبيرة وخاصة الأمسيات مثل ما تفضلت يعني أيضا دخل فيها هذا الجانب هذه نعم. بعض الصفحات اللي نعم. هم الجروبات هم نعم. انتغلت على, على أن على الأمسيات إيه نعم على الأمسيات ولكن صدقني ايضا الخيرين موجودين الحمد إيه لله الحمد لله لا لا احنا نقول بعض طبعا كثير إيه كثير كثير ولله الحمد نعم بادرين الجهد لتفادي مثل هذه الامور السلبيه وان شاء الله ان 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 القادم اجمل لو رجعنا الى المهرجانات الشعريه عموما ومنها مهرجان الشارجه للشعر النبطي، طبعا اباك تحدثني ببساطه عن المهرجانات الشعريه سواء على مستوى الوطن العربي ودول الخليج ودوله الامارات حدثني ببساطه عبد الله. المهرجانات انا اشوفها مشاريع ناجحه ابو محمد. نعم. اولا تجمع لك ناس من مختلف الدول. نعم. ومن مختلف المشارب الشعريه. نعم. تشوف مدارس شعريه كثيره. نعم. بس اوسع واشمل المهرجانات اللي تروي الذوق. نعم. انا لقيتها بمهرجان الشارقه للشعر الشعبي. خلال حلقتنا هاي وبرنامج سمار نبي نسمع قصيده منك نهديها لمشاهدينا لانهم يستحقون اكثر واكثر. والله يستاهلون. الحديث وياك فعلا ذو شجون على ما يقولون. والله الحديث معاك محمد ممتع. اسمعنا شيء من قصايدك الطيبه عبد يقول جر الحكي بعضه بعض باسلوب متجاذب. صحيح. صارت له اسطوري وطن وابواب مفتوحه. مفتوحه. اسمع ملامة خافجي وشرها العاتب الله اكبر من روح صارت مجبرة الاحلام الله مذبوحة صحيح تسألني ليه غل الحكي اللي يجمد على الشارب للناس سمحنا احنا للكذوب يعلي صروحة صروحة والعين صارت للاسف تعلى على الحاجب وهم فوق الحاجب رضا واستلطف اللوحة الله وما اشوف للرجلي بعد حج على الراكب الله اكبر كل على جيبه غدت عينيه مفتوحة مفتوحة وضعا غدا فيها الاخو يشتر على الواجب الله حج الغريب ما شره واستوطن جروحه جروحه وضعا غدا فيها الاخو يشتر على الواجب واجب حج الغريب ما شره واستوطن جروحه كل واحد منا كل واحد منا ترك حبله على الغارب الله اكبر السارق على بيبان مفتوحه وناس تعيب اهل الكرب وتمجد الجادب واللوم فيها يلتهم من طاره شبوحه شبوحه وساحه بها غل الفكر واستفقد الكاتب الله ما آنست وحشة فراغ حروف مسوحة ذا غيظ من فيض بدأ من واقع شاحب من شاعر كل من غراه يغد مطروحة الله أكبر سلامتكم يا أبو محمد السلام تسلم على هذه الأبيات الطيبة عبد الله طويل بعمرك تجمعك علاقات وطيدة بكثير من شعراء الإمارات والخليج نعم توصف هذه العلاقة دائماً عبد الله والله علاقة طيبة وضافت لي كثير وخصوصا مع الساحه الشعريه الاماراتيه مثل علاقتي معك الله ابو محمد علاقه الله طيبه الله والحمد لله يعني برا الشعر وداخل الشعر الله انت دولة. اخو عزيز واضافه كبيره الله, الله يبارك فيك يعطيك علاقتي مع الاستاذ سالم الزمر نعم. الشاعر والاعلامي الكبير أكيد. معروف. والاخ والصديق معروف يعني كل المسميات تليق به ابو الله راشد الله يطول بعمرك علاقتي مع استاذنا الكبير مدرستنا الشعريه استاذ راشد شرار الله يحفظه هم اول ما بديت معاه بالصحافه وبعدين ما شاء الله بالمهرجان يعني الإنسان ما شاء الله تستفيد منه كثير وانت تستاهل كل خير عبد الله تستاهل الطيب اخوي واخوك استاذ محمد وعبد الله بريتي ايوه نعم ما شاء الله نعم المعروف انه تراه شاعر فصيح بس شاعر شعبي كبير عبد الله نحن ودنا يطول بنا الوقت ولكن بصراحة بكل فرح وكل سرور نشكرك شكر على حضورك في برنامجنا سمار ونتمنى ان شاء الله ان قدرنا نقتطف شيء والله جزاكم الله خير محمد بستانك المنوع الجميل هذا اللي اسعدتنا فيه قصايد منوعه ذات اغراض منوعه اخوي عبد الله العساف الله يجزاكم خير محمد على هالبرنامج الجميل مشاهدين الاعزاء كل الشكر والتقدير لشاعرنا عبد الله العساف ولكم مشاهدين الأعزاء لحسن المتابعة وكل الشكر والتقدير لطاقم هذا البرنامج سمار ومخرجنا المميز وطارق ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في حلقات أخرى إلى ذلك الحين لكم من أجمل ورق تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كليب شب النار او لا تشبه ما عاد به يا كليب بنن ولا هيل بنس كفيها الربع واهله تشبه ما عاد تسمع رنة للفناجيل واليوم كل واحد يجيها لعبه ضاعت بها الاوصاف واحتار بالقيل واول فناجيله اه تشفها بشربه واليوم مثل الماي يكرع بها الفيل وبشرك هم منت قاعد تصبه عند كلتها وبالواتساب الرجاجيل ولو منت متنبه ترى ما تنبه ولحد درابك ويا ياديك بتشيل وراحت راحت سواليف الرجال اللي تحبه بين هياط وبربرات الاراجيل وراحوا وجار اللي انت جمع بقربه اكفت حضارتنا بحلوه التعاليل جميع المتاجر الإلكترونية